الشرقية. كيف الوضع؟ اجينا على الشرقية، بعدين طلعنا على الاوروبي، بعدين طلعنا على رفح، بعدين رجعنا على بنسيرة ثاني، بنسيرة رجعنا على ناصر، الحين طلعنا فوق على مخيم الصمود. يا لما الله كمان بكره نروح. يعني تعب تعب تعب. المرة هذه ما اخذناش ولا حاجة معنا. أنا فيش وقت أصلاً أشيل حاجة. فيش مواصلات أصلاً. أيوه معي ولد صغار كله ماشي. قعدنا 7 شهور في الهروب، بعدين رجعتنا على بيتنا، وابني بيلعب وقع رجله ورحت على الاوروبي وحولونا على ناصر. جيت من هناك لمشي.